احنا عندنا مثل ما تفضلت بمقدمتك، احنا عندنا مستويات، اكو مستوى مرجعي، اكو مستوى القوى السياسيه، اكو رسمي حكومي، اكو غير رسمي، كله مقبول، كله نعم. مقبول وما يجر الويلات على العراق، بالعكس موقف على العراق. لا موقف مطلوب، احنا فئاتنا موقف المعركة. مطلوب من كل انسان غيور، احنا ضمن بغض النظر مولانا مولانا احنا ضمن المشروع، احنا لكن هدف لامريكا وهدف لاسرائيل، لا يمكن ان نتخلص من هذا الموضوع. جئنا بمبدا محور المقاومه، جاء بمبدا وحده الساحات، ففرض استراتيجيه جديده. عنده قدره، لا عنده قدره، لا عنده فرص صوتي. لا اولا عنده فرص صوتي، عنده مسير، ما عندك بالقياس، لا فنيا لا تقنيا لا بدليل، ما عندك صواريخ توصل تل أبيب، ما عندك صواريخ لا توصل، لا عندك قدره قد حزب الله. نحن ضربنا تل أبيب، انا على هوا اقول لك اقرا بيانات المقاومه العراقيه، يوم قبل 3 أشهر ضربنا وزاره الحرب، ما يسمى بوزاره الدفاع الاسرائيلي، هروب الاساطيل وهروب حاملات الطائرات من المنطقه، شو يسمونه اخي. احنا عندنا قدرات، انا قلت لك قبل شويه، قلت لك ادخل على جريده المسيره اليمنيه فرضيات المعارك والبحار في العالم، احنا كاتبينها، احنا كتائب سيد الشهداء كاتبينها ب 22 ما يحصل الان في المنطقه، ما كل جزئيات المعركه الاقليميه والعالميه. شوف احنا هسه تحول العراق الان على الاقل معنويا الى جبهه سنات، الى جبهه سناد. معنى هذا عندكم كلام اخر عسكري، عدل معنوي عزيزي، عندكم عسكري بانخراط كامل. نحن نعلم، انا دا اقول لك نحن نعلم بالمشروع للامريكي والصهيوني بالمنطقه. العراق مرتكز اساسي، هم جايين كل احنا بالمثرمه، احنا واليمن وحتى اصدقائهم بالمناسبه. مشروع الشرق الاوسط استاذ فتاح ذا شاركنا الراي، السعوديه تخلص منه، الامارات تخلص منه، كلها تجزئه المجزأ وتفتيت الفت. ولكن وين الخلل؟ الخلل انهم يعتبروننا ما ندري بالموضوع وكانما متفاجئ. اخي احنا عندنا استعدادات كبيره، عندنا فرض صوتي، عندنا باليستي. وين اهلنا ماتوا بغزه؟ ايش قصر؟ لا صار سنه عمليات الاسناد، اهلنا بلبنان جاي يموتون. وين احمد عمليات الاسناد والعمليات المقاومه العراقيه اللي صدرت من اليمن ومن العراق ومن لبنان بل حتى من سوريا في ظرفها المعروف، أثرت وبشكل كبير. ثانيا أكون موضوع كله جدا مهم، جيد خلي على مداخلة، هاي نقطة كلش مهمة تفيدك بالحوار، تفيدك بالحوار. سماحة السيد حسن نصر الله قال أنا ما خسران، وفق مبدأ ساحات وحدة الساحات، أنا ما خسران إذا أروح باتجاه التقديم المساندة، لكن اعلموا أنتم بعد ما ينتهون من غزة وتحولون إلى لبنان وتحولون إلى العراق راح تشوفون أثر مبدأ وحدة الساحات وتقديم المساندة، لأننا نعي ونعرف بالمشروع جيدا. عندك